ميليشيا الحوثي تقصف تعز مجددا وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين. هل يريد الحوثيون تصعيد المواجهات في جبهات عدة من بينها تعز؟ وهل هناك مخاوف حقيقية من أن تكون تعز الهدف القادم للميليشيا بعد ما حدث في نهر؟ أهلا بكم. قتل مدنيان وأصيب عشرة آخرون بقذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي ظهيرة اليوم الاثنين على سوق شعبي جنوب محافظة تعز. وكانت الميليشيا الحوثية قصفت خلال الساعات الماضية قرى الضباب وأحياء المطار القديم ووادي القاضي غرب مدينة تعز. ما هي خلفية هذا التصعيد الحوثي؟ وهل له علاقة بأحداث نهم الأخيرة؟ التصعيد الحوثي لم يقتصر على تعز، فقد شهدت جبهات مكيراس وعقبة ثرة المحاذية للمحافظات الجنوبية تعزيزات حوثية بالشاحنات والأطقم العسكرية على متنها أعداد كبيرة من المجندين الحوثيين. إذن أمام هذا التصعيد ما هو موقف الشرعية والتحالف خاصة بعد سقوط نهم وقبلها مناطق أخرى؟ وكيف يمكن لأبناء تعز وقيادة المحافظة حسم قرارهم أمام هذه المعطيات الأخيرة؟ ونحن أمام سيناريو بداية الانقلاب والاجتياح والعودة لنقطة الصفر بعد 5 سنوات من الحرب. حالة لا سلم ولا حرب تدخل عامها الثالث في مدينة تعز، فيما تدخل معاناة السكان عامها السادس، فلا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا مدنيين في المحافظة التي كانت الهدف الثاني لميليشيا الحوثي عقب سيطرتهم على صنعاء. تدفع المدينة المحاصرة وسكانها ثمناً مرتفعاً لمواقفها ضد الميليشيا وضد مشاريع الأحزمة والميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات. تعز التي تحضر في دائرة النزاع والحرب كورقة للضغط والتفاوض وتغيب عن أنظار وضمير المجتمع الدولي والحكومة الشرعية، عادت اليوم لواجهة الأحداث مع استئناف ميليشيا الحوثي استهدافها للمدينة بالقصف المدفعي والصاروخي بعد أقل من يوم على إعلان الحوثيين تقدمهم في شمال البلاد ووصول مقاتليهم إلى تخوم مدينة الحزم في الجوف. انطلقت مجددا مدفعية الحوثيين وقذائفهم التي عادة ما تستهدف المدنيين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، فالمدفعية لا تهتم بأي مكان وقعت قذائفها طالما تأكدت أنها وجهت فوهتها إلى أرض الأعداء، وكل من في هذه الأرض بالنسبة لها عدو. فقد سقط صباح اليوم 3 شهداء مدنيين وأصيب 6 آخرون بشظايا قذيفة مدفعية للحوثيين استهدفت سيارتهم في سوق المقهاية غرب مدينة تعز. القصف المدفعي الذي رافقته اشتباكات بين الجيش والحوثيين في مناطق مختلفة من المحافظة يدفع للتساؤل عن مدى الإمكانيات المتوفرة لدى الجيش لصد عملية عسكرية متوقعة للحوثيين مشابهة لعمليتهم العسكرية في نهم، وما هي الخيارات الممكنة أمام انفتاح شهية الحوثيين مرة أخرى للسيطرة على المحافظة؟ هل ستبقى تعز لأمد طويل في موقع المدافع أم أن لديها خيارات أخرى؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللجمهور الكريم. أهلا بك. اليوم يقصف الحوثيون مدينة تعز في سوق شعبي وسقوط العديد من المدنيين والقتل أيضا أستاذ دكتور فيصل، في أي سياق تقرأ هذا التصعيد الحوثي؟ بالنسبة لما يجري في تعز من قصف، هو ليس مواجهات جدية ولا نية من الحوثيين لاقتحام تعز كما هو الحال في مأرب، وإنما هي مواجهات رمزية يفهم منها رسالة واضحة بأنه تعز ومأرب تشكلان يعني نوع من فرض وضع الوحدة قائما، فالحوثيون يعتبرون المناطق الشمالية إرثا سياسيا لا بد من
انتزاعه، وبالتالي لن يكون أمامهم همًا أن تنفصل الجنوب. هم موافقون في أي تسوية قادمة على أن ترسم الحدود بين الشمال والجنوب، ويكونوا هم الوارث السياسي الحقيقي الفعلي للمناطق الشمالية. فالمناطق الشمالية فيها مأرب وتعز، كلاهما محافظتان رمزيتان في إبقاء اليمن موحدا من جهة، وكذلك حرمان الحوثيين أيضا من رمزية أخرى. تعز فيها ثروة بشرية هائلة تنتشر في جميع محافظة اليمن، ومأرب فيها ثروة طبيعية هائلة هي موضع طمع للحوثيين. ودول التحالف تتناغم، والإمارة تحديدا، مع مثل هذا المسعى. ربما في أي تسوية قادمة مع الحوثيين سيتم فرضهم في هذا الإطار إذا ما يعني سلمت الشرعية بما تريده دول التحالف في أي تسوية قادمة. نعم، إذن هذا التصعيد أيضا يأتي دكتور بعد اجتياح العديد من المواقع في عفوا في نهب. فهل من المنطقي أن يطلق البعض مخاوف تكرار سيناريو ما حدث في نهم أن يحدث في تعز أيضا؟ هو كما أشرت في الجواب السابق بأنه أي يعني تعزيز من الإمارات تحديدا لفصل اليمن شمالا جنوبا بحدوده السابقة، فإن طموح الحوثيين قلنا يعني ملحة في انتزاع مأرب ثم تعز. طبعا مأرب بالنسبة لها قريبة منها وتهدد صنعاء، وبالتالي هي الأكثر خطرا عليها، فهي ستحقق عصفورين بحجر، سترمي عصفورين بحجر. تأمين صنعاء العاصمة باعتبارها رمزية لسلطة الأمر الواقع التي استولت عليها بالانقلاب، وكذلك استرداد مأرب المحافظة الغنية بالنفط والموارد وهم التي يسعون إليها. فإذا ما يعني ترتب لهم مثل هذا الوضع فإن تعز لن تكون في مأمن من السطو إعادة غزوها بأي ثمن كان. طبعا هناك لديهم في المناطق الشمالية محافظة الحديدة، هم يعتبرونها يعني في يد أمينة، يعتبرون نعم. بأنه قوة طارق عفاش وهو الحليف السابق لهم يضع قواته وهي جزء منها مدسوسة أو موالية للحوثيين، فهي تعتبر استردادها سهل، وربما يكون بتنسيق مشترك بين الطرفين. وبالتالي تعز ومأرب تدركان هذه الخطورة وهذه الرمزية السياسية من أي تسوية قادمة تفرضها دول التحالف لفصل اليمن، وهذا ما تسعى له الإمارات بشكل واضح من خلال إنشاء قوات موازية، إضعاف الشرعية، أيضا التعاطي مع الحوثيين بشكل مثير للريبة. يعني آخر تصريح لعادل الجبير يعني كشف مثل هذه الشكوك التي كنا نتحدث عنها كشكوك واتهامات، يقول بأن الحوثيون يعني طرف سياسي لا يمكن تجاهله. وكذلك المحادثات المعلنة وغير المعلنة بين السعودية والحوثيين هي ترتب لوضع مختلف، أي أن الحوثيون لم يعودوا بخطاب تدخل السعودية باعتبارهم مقوس وإيرانيين وشيعة ويهددوا أمن المنطقة، كل هذه الأكاذيب سقطت. نعم، إذن السؤال الذي يتبادر للذهن دائما دكتور فيصل، لماذا تصر الشرعية أن تبقى في موقع رد الفعل؟ يعني في مختلف المناطق الحوثي هو من يبدأ، الحوثي هو من يبادر وهي تدافع. الآن في تعز مثلا، هل ستحاول الشرعية المبادرة والدفاع عن المدينة، أم أنها ستنتظر فقط ردود الفعل؟ ما هو رأيك؟ ليكون صريحا وواضحا معك ومع الجمهور الكريم، وخاصة جمهور المتابعين لقناة بلقيس، بخصوص الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 سنوات، هي حربا لا تخص اليمنيين، واليمنيون طرفا متفرق ويقدم الضحايا والقرابين. الحرب الحاصلة منذ انطلاقتها هي حرب إيرانية سعودية في اليمن، وحرب نفوذ إقليمية. طبعا التعويل على الشرعية هو تعويل خرافي أو تعويل على سراب، فالشرعية لم تعد لها مشروعية قانونية ولا دستورية ولا أخلاقية، لأنها سلمت القرار اليمني والسيادة اليمنية
للسعودية والإمارات تعبث باليمن كما تشاء، وبالتالي أي حديث عن دور للشرعية هو نوع من الخيال أو نوع من السذاجة. صرح وزير الدفاع قبل 3 سنوات بأن تعز قطاع منفصل، هذا التصريح لم يأتي من فراغ، هذا التصريح هو خرج نتيجة إملاءات على وزير الدفاع. وزير الدفاع يصرح بأن هناك 70% من الجيش وهميين، هذا التصريح أيضا يفيد على أن لا يوجد للشرعية حقيقية تبني جيشا وطنيا قادرا على الدفاع عن السيادة اليمنية وله صلاحية القرار أو القرار الكامل. وبالتالي اليمنيون في هذه الحرب الطويلة، وهذا ما أريد أؤكد عليه، لا زالت حربا إقليمية إيرانية سعودية، واليمنيون فقط يقدمون الضحايا ومتفرجون، ولكن عندما تنتهي المسرحية سيدخل اليمنيون في حلقة حرب جديدة وجها لوجه مع الحوثيين، وبالتالي لن يستمر الحوثيون في السيطرة على اليمن. الحوثيون زرعوا ثأرا انتقاميا مع كل بيت، مع كل أسرة، مع كل محافظة، مع كل مديرية، يحكمون الناس بالحديد والنار، يفرضون على الموظفين الدوام 3 سنوات و4 سنوات بدون راتب، ويجبرونهم على الدوام وبالقهر، ويعذبون ويقتلون ويختطفون ويدمرون ويفجرون المباني ويصادرون الأموال. اليوم عندما يصدروا قرار بأن هذه العملة مزيفة، وبالتالي هي حيلة لإخضاع الناس وابتزازهم بالمال، كل الأموال والمداخل التي تحت أيديهم تذهب إليهم. فالآن اليمنيون كشعب لم يبدأوا حربهم مع الحوثيين، لأن هناك طرفا خارجي سلمت له الشرعية زمام القرار، وبالتالي فقط هم في موقع دفاع، باستثناء ما هو حاصل في تعز التي دافعت عن نفسها بحكم الأمر الواقع أنها غير قابلة للتسليم للحوثيين، حتى لو كانت إيران سلمت للحوثيين سلاح نووي. وكذلك مأرب استعدت منذ اللحظة الأولى على أن لا تسلم نفسها مرة أخرى للمركز الزيدي في صنعاء حتى يعبث بها ويتحكم ويشوه أبناء القبائل ليظهروا كما ظهروا خلال 30 سنة بأنهم مجرد شذوذ آفاق، بينما كانوا أصبحوا في حكم الواقع خلال 4 سنوات يعني أناس مدنيين ذا بعد قبل. اليوم سدس سكان اليمن موجودين في مأرب، من سيسلم لهم مأرب؟ سواء رضت الشرعية لم ترضى، أرادت دول التحالف أن تسقط وأن تعطي الحوثيين هدية مأرب وتعز، لن تسلم هذه المحافظات حفاظا على ذاتها وكرامتها وحفاظا على بقاء الدولة اليمنية الموحدة، حتى لا يفرض الانفصال على اليمنيين مهما كانت التضحيات. نعم، إذا نسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا الخبير العسكري والاستراتيجي علي الذهب عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا تصعيد حوثي في تعز ومكيراس وعقبة ثرة أيضا في أبيان، هل تتوقع أن يحاول الحوثيون مجددا اجتياح بعض المناطق؟ بداية الشكر لك ولضيفك على الطرف الآخر وللمشاهدين، أحب أن أوضح أولا التوصيف دكتور. المسألة الأخرى بخصوص سؤالك حول التصعيد، أنظر إليه بوصفه تحركا عسكريا في مثله مثل ما جرى في نهد أو في صرواح أو في الجوف، وهذه العمليات تأتي في سياقات كثيرة ربما قد توحي للمبعوث الأمم المتحدة الذي يحمل أجندة للسلام الأبرز المفاوضات دون قيد أو شرط. وفي نفس الوقت نأخذ في سياق هذا الأمر أنه الدعوة التي وجهها السفير البريطاني، وهي دعوة تعزيزية للسلام دعما للمبعوث البريطاني الذي اللذين ينفذان مع الأجهزة واحدة. لا أتصور أن الحوثيين لديهم القدرة العسكرية على خوض معركة حاسمة في أكثر من جبهة، سواء في تعز أو في نهد أو في صرواح أو في البيضاء أو التقدم باتجاه أبيان، ولكنها يعني محاولة لإثبات قدرتهم على المواجهة وللتعبير عن أنهم أكثر قوة وأنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال هزيمتهم بالحرب، وأنهم لن يقبلوا إلا السلام والسلام الذي يقدمه. نعم، هل تجد أن هذه التحركات في نهم وبقية المناطق هي نتيجة يعني مخطط مدروس بالنسبة لهم أم فقط جموع حوثي غير مرتب؟
لا بالعكس، أتصور أنه أمر مرتب، لأن التحالف والشرعية ليسوا على وفاق. الأهداف التي يسعى إليها التحالف مختلفة تماما عن أهداف الشرعية الوطنية. التحالف الذي يعمل أبعد مما يعني أو يعني ما تشمله على وجه الخصوص، ولكن هو هي أخرى يعني تحرك الأحداث في اليمن وفق توازن الدولية تجمع بين إيران وبين الولايات المتحدة وبين بريطانيا وبين الإمارات وبين السعودية، والتي وضعهم مثل الشرعية الشرعية أو الحكومة الشرعية عبارة عن متغيرات أو عوامل متغيرة في معادلة الصراع. إذا كان السعوديون يعني يقومون بالعملية، نعم دكتور المعذرة منك لا أسمعك جيدا، هناك مشكلة في الصوت، سنحاول التواصل بك مجددا للاستماع إليك، المعذرة. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني ما هو برأيك واجب السلطة المحلية والجيش للقيام به الآن في تعز، خاصة إذا ما علمنا بأن القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي ما زال مستمر، وربما قبل لحظات وصلنا عاجل باستشهاد طفلة وجرح آخرين نتيجة قصف عشوائي وسط المدينة، ما الذي يمكن عمله؟ بالنسبة لتعز انطلقت من اليوم الأولى دون ترتيب من الشرعية أو دون تنظيم معها أو دون وجود دولة. انطلق أبناء تعز باعتبارهم رافضين لمثل هذا الانقلاب، رافضين لمثل هذا الغزو الآتي من شمال الشمال من صعدة مجتاحا كل مناطق الجنوب. تعز وقفت ممانعة لمثل هذا القهر والإكراه والانقلاب ويعني الانقضاض على الدولة. لم يكن عبد الرب منصور له دور في هذا في هذه الهبة التعزية، ولم يكن هناك جيش أصلا، بقدر ما هناك عناصر في الجيش قرروا وعلى رأسهم الشهيد الحمادي رحمة الله عليه، قرروا الانضمام إلى صفوف الدولة وإلى صفوف المجتمع التعزي، رافضين أن يكونوا بيادق أو خونة للتحالف الانقلابي الحوثي العفاشي. تكونت مقاومة شعبية ولم يتكون جيش في تعز في البداية، وجاء بعد عام كامل ليتشكل الجيش وقيادة المحور، وظلت ينظر إليها من خلال الشرعية ومن خلال التحالف بريبة، فظلت قطاعا منفصلا. فعلا الموقف في تعز هناك التحام ما بين المجتمع وبين الجيش، مع وجود بعض الانتقادات المرتفعة الصوت لأنه تعز دفعت تضحيات كبيرة جدا، وبالتالي تأسف أو أبناؤها يأسفون كيف يقدمون هذه التضحيات الكبيرة ليلعب فيها مجموعة من الصعاليك أو مجموعة من البلاطقة دون أن يتم ضبطهم. طبعا السلطات هشة إلى حد ما على مستوى الضبط الأمني نتيجة للتكلفة العالية التي لا تمتلكها، وكذلك عودة كثيفة للسكان. تعز يتحدثون عنها باحتقار أنهم يحكمون شارعين ثلاثة شوارع، مش صحيح هذا الكلام. يعني اليوم تعز لم يعد فيها حتى منزلا فارغا للإيجار، الناس بدأوا يسكنون حتى في الدكاكين والإعمار متوقف، وبالتالي هناك ازدحام سكاني كبير في والانفلات الأمني ممكن نتيجة لقصور في الجهاز الأمني، غير قادرين على ضبطه، وكذلك رخاوة في الضبط العسكري. يعني الدولة ظلت غائبة، المجتمع يحاول إعادة تنظيم نفسه، فلا ينتظر أبناء تعز من التحالف أو من السلطة الشرعية موقفا يدعوهم إلى الاستمرار في المواجهة. هم قرروا المواجهة منذ اليوم الأول، وبالتالي ستقرر السلطات العسكرية تحديدا والسلطات الأمنية والمجتمع التعزي في استمرار المواجهة للدفاع عن تعز. 17 مديرية في تعز تقريبا أو 16 مديرية في تعز هي محررة، وبالتالي لا يمكن، وتم انتزاعها انتزاعا بكثير من التضحيات وبدون عون واضح من دول التحالف التي كانت تتحايل على تعز باعتبارهم موضع ريبة أو شبهة، لأنهم غير قادرين على التحكم بالمشهد.
لا من خلال شراء الولاءات ولا من خلال إيجاد حزام أمني كما كانت تفكر تعز الإمارات في السيطرة على تعز مثل ما فعلت في عدن. نعم، سأعود إليك دكتور، ولكن بعد أن أعود للدكتور علي الذهب الذي عاد إلينا، مرحبا بك مجددا دكتور. البعض يقول دكتور إذا استمرت الحكومة بهذا التراخي والضعف والتحالف بهذه الأجندة في الوصاية والتقسيم، فإن الحوثيين سيكون هم الرقم الأصعب في المعادلة، هم الحاكمين على الأرض فعليا، وربما يعني باستمرار سقوط بعض المناطق أننا سنعود إلى مربع سيناريو 2015 في اجتياح الحوثي لمناطق الشمال والانتقال المسيطر أساسا على الجنوب، ما رأيك؟ حقيقة هم الآن الحوثيون يعني يحاولون أن يسعون في هذا الاتجاه، أن يسعوا في هذا الاتجاه، وهناك رغبة دولية استعمارية، بريطانيا على وجه الخصوص، وربما أشرت إليها في السؤال في إجابة السؤال السابق إذا كان الصوت واضحا، تحركات المندوب مبعوث الأمم المتحدة الذي كما تحدث بأنه جاء يحمل مبادرة سلام في اليمن، عبر عنها بأنها مبادرة غير مسبوقة يعني دون شرط، دون قيد أو شرط. تصريح السفير البريطاني أيضا يعزز اتجاه الحوثيين بإعادة اليمن مثلا إلى نظاما إلى ما قبل 62 و63 ويعني جغرافيا إلى ما قبل 90. هذه طبعا أهداف، وللتحالف أجندات أخرى جيوسياسية تتعلق بالنفوذ في المناطق الساحلية، التكامل مع يعني مصالحه في القرن الإفريقي، مواجهة إيران في خليج عدن وما وراء بحر العرب. الحوثيون هم أداء، ولكنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يتمنون، لأن مهما كانت الإرادة الدولية ومهما كانت الإرادة الإقليمية، فهناك حكومة شرعية يلتف حولها الشعب يعني يقف وراءها منذ 2015. الحوثيون ليسوا بهذه القوة التي يهولها الإعلام. هناك ضعف، نعم هناك ضعف في السلطة الشرعية، هناك اختلالات، ولكنها يعني لن تستمر ولن تدوم. وبأي حال من الأحوال هناك توجهات، الرئيس اليوم أصدر قرارا بتغيير قائد المنطقة العسكرية السابعة، وهناك تحركات لقادة المحاور في شبوة والبيضاء، وهناك محاولة لاسترداد ما تبقى من المناطق التي سيطرها عليها الحوثيون. الحوثيون يعتمدون على المؤامرات التي يديرها التحالف بالتعاون مع القوى الدولية التي تقف وراءه، ثم أن الحوثيين ليسوا بالقوة التي تمكنهم يعني من السيطرة مرة أخرى على المناطق الجنوبية. انحسروا وكانوا في عزة يعني قوتهم في عام 2014 و2015 و2016، الآن وضعهم لا يمكنهم مما يصبون إليه. نعم، لكن لو تحدثنا عن هذا السيناريو الذي طرحته دكتور علي، هل هو مناسب للتحالف وخاصة السعودية أن تعود اليمن إلى مربع 62 وما قبل 90؟ يعني ألن تكون هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة؟ هل ستقبل بذلك؟ السعودية للأسف الشديد توهم يعني الشرعية، وتوهم بإعلامها المجتمع اليمني المحب للوحدة والمدافع عنها بأنها في صفه، وكذلك يفعل الإماراتيون، لكنها الآن حققت مع الإمارات مراكز نفوذ في مناطق الجنوب وهي مناطق الثروة، وركزت نفوذها في 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 المهرة وفي حضرموت، وجعلت هذه المناطق مناطق آمنة لم يدخلها الحوثيون، لم تصبت بطلقة رصاص واحدة، لم تطلها أي أعمال عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية. إذا كان هنالك من فائدة فهي الآن بريطانيا تحاول أن يعني تعطي السعودية طمأنة بأن الحوثيين ينفصلون عن إيران، وأنه لن يكونوا يعني مخلبا في لإيران في المنطقة. هذه المسألة لا تعني اليمنيين على وجه الإطلاق. إذا كان للحوثي، إذا كان السعوديون راضون أن يكون هناك مخلب حقيقي لإيران في إطار الهلال الشيعي الذي يلتف حولها من العراق مرورا بضيق هرمز وصولا إلى يعني البحر الأحمر، فهذا وبما فيها أيضا لبنان، فهذا شأنها. اليمنيون معنيون بالدفاع عن وحدتهم
ومعنيين بالدفاع. إذن في ظل هذا الأمر دكتور، نعم، في ظل أن اليمنيين هم المعنيين بالدفاع عن وحدتهم وعن أراضيهم، ما الذي بيد أبناء تعز في ظل ما يحدث من تصعيد، خاصة لو تحدثنا عن السلطة المحلية وقيادة الجيش هناك؟ تعز بطبيعة الحال هي النظرة إليها هي ذات النظرة التي كانت توجه من قبل التحالف لجبهة نهم وجبهة سرواه، هي الوجه الثاني. وقال وزير الدفاع سابقا عندما كان رئيس هيئة الأركان على ما أظن أو كان وزير الدفاع أنها قطاع منفصل. النظرة إلى تعز نظرة مزدوجة لأنها تمثل حراكا جمهوريا نقيا بعيدا عن أي ولاءات قبلية، عن أي تعصبات دينية، ولذلك لا خوف عليها. هي التي دافعت عن نفسها طيلة 4 سنوات بمعزل عن دعم التحالف، وهي التي ستستمر، ورصيدها السياسي والعسكري والنخبها المثقفة التي لها يعني صولات وجولات على مدار التاريخ الحديث تستطيع أن تجعل منها الثقل الأبرز في معادلة الحرب والسياسة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي أذهب الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، من يملك القرار أو الخيار العسكري في تعز؟ هناك من يقول المحور، والبعض يقول التحالف، والبعض يقول الإصلاح. ما رأيك، من بيده القرار؟ لا توجد غنائم كبيرة في تعز حتى يتم الاستحواذ عليها من طرف ألف أو باء أو سين حتى نتحدث عن قرار. تعز هي كتلة متنوعة قد تختلف بينيا نتيجة لعدم ترسخ الوضع القانوني وعدم وجود الدولة المتماسكة بسبب نقص الدعم المالي والموازنة التشغيلية وتقديم الخدمات للناس، فالمواطن عادة لا يعترف بالدولة إذا غابت الخدمات، لكنها في إطار المواجهة مع الحوثي تصبح تعز كتلة واحدة، ينسى الناس خلافاتهم. حتى البلاطقة في تعز عندما يحين وقت المواجهة يتخلون عن بلطجيتهم وعن سوء سلوكهم الاجتماعي، ليتوجه الجميع نحو الدفاع عن تعز وأيضا المبادئة في الهجوم. يعني تعز قدمت نفسها كقوة تمثل الجمهورية أو تحافظ على ما تبقى قلنا من الجمهورية والوحدة. تعز تفكر باسم اليمن كامل، لم تتصرف بمناطقية، لم تتصرف بقروية بشللية. فالحديث عن سلطة، عن أي سلطة؟ لا توجد مغانم حتى نتحدث عن سلطة. هناك مؤسسات ما زالت جينيا تتشكل، طبعا هي لم تكتمل التشكيل قلنا لغياب الدعم. لا توجد مثلا موازنة تشغيلية للمؤسسات. ما هي الموازنة التشغيلية مثلا لجامعة تعز التي كانت تحظى بثمانية مليار ريال غائبة، وبالتالي تعز جامعة تعز تسير نفسها بنفسها. موازنة الصحة مثلا لا توجد، هناك دعم منظماتي ويسرق وتباع العلاجات بعدن قبل أن تصل إلى تعز، وربما في 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 مناطق الحوثية تم السطو عليها. المياه الناس يشترون الماء شراء، يعني الزبالة والنظافة. أقصد بأنه الخدمات التي تحتاج إلى موازنة هائلة لكي تفرض الدولة وجودها غائبة، وبالتالي نحن أمام سلوك في الوضع الآمن متنوع ومتداخل ومتشابك نتيجة لأنه في حرمان وبالتالي في صراعات على فتات من الإيرادات. لكن عندما تواجه تعز بمخاطر الحوثيين فإنها تتشكل ككتلة واحدة، لم يعد هناك حاجة اسمها عسكري وهناك أمني وهناك مدني، هناك كتلة تعزية رفعت شعار الدولة المدنية، الدولة الاتحادية، الحرية، لا يمكن أن تتخلى عن طموحاتها في هذا الشأن. نعم، وهل هي قادرة على مواجهة الحوثي خاصة ونحن نتحدث عن بعض الصراعات في حال الهدوء أو في حال السلم، هل تستطيع المجابهة كصف واحد؟ بالنسبة لتعز مسألة الاستطاعة لا، ليس عندي أي شك فيها. تعز واجهت الحوثيون والانقلابيون، التحالف الانقلابي العفاشي، وهو يمتلك سلاح دولة بألوية بعتاد كامل،
كانت تمطر تعز، وأنا المنطقة التي كنت أسكن فيها وهو جبل قرة أو وادي القاضي كان في اليوم أتلقى أكثر من 150 قذيفة، 200 قذيفة، بحيث لا يستطيع الإنسان خلال 5 دقائق 10 دقائق لا يسمع قذيفة، وبالتالي لا يستطيع أن ينام، ممكن يطير النوم خلال 3 أيام 4 أيام متواصلة بحكم هذا القصف وهذا التهديد. لا، طالت القصف جميع البيوت، وبالتالي في إطار الزحف البربري من الشمال بقوة قبلية وأمنية وعسكرية، وكان هناك رغبة ملحة لإسقاط تعز باعتبارها قلنا ثروة بشرية ورمزية ولها رمزية في أن تصبح ضمن الإرث السياسي للمناطق الزيدية والحكم الإمامي، ومع ذلك صمدت، وهؤلاء كانوا في أعز قوتهم. اليوم أصبحوا قوة ضعيفة لولا يعني تدخل دول التحالف بإضعاف هذه القوة سواء في مارب أو في الجبهات أو في تعز. يعني اليوم التحالف عندما كثير من البعض الذين يحاولون تغطية الشمس بغربال يقولوا كيف تتطاولون على دول التحالف. أنا تحدثت من عام 2015 بأن هناك أهداف بدأت تنكشف خاطئة وكان الناس يغضبون من هذا. اليوم الانهزامات الموجودة في المواجهات، أين دور الطيران؟ كيف ينهزم جيش وطني مفترض مدعوم بدول تحالف تمتلك الصواريخ والطيران؟ كيف يسمح لهذا الجيش البري الذي لا يمتلك غير سلاح محدود اللي هو مدفعية واربيجي وصواريخ الكتف وكلاشينكوف أن يقتحم مثل هذه المساحات الهائلة ويحدث خسائر كبيرة؟ أقصد بأن هناك تواطؤ واضح لأن ينتصر الحوثيون لإعداد اليمن إلى تسويات تخص السعوديين بنحو ما، أو تخص الإمارات بنحو ما، وتخص المجتمع الدولي أو الدول الكبرى بنحو ما. يعني ما هو تدخل دول التحالف في اليمن؟ ليس هناك قوة برية من دول التحالف حتى يمكن أن لا تلام وأنها تقدم الدماء كما يقال بعض المبالغون. هي فقط تدخلت في التغطية الجوية، ومع ذلك هي لم تمنح اليمنيين طائرة واحدة، لم تمنح اليمنيين مدفع، لم تمنح اليمنيين صاروخ، وبالتالي تحكمت بالقرار السياسي والعسكري معا. إذا اسمح لي دكتور أن ينضم معنا الأستاذ عمر الحميري المحامي والناشط السياسي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. نعم سنعود الاتصال بالسيد عمر، سقط الاتصال. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، اليوم تعز 5 سنوات من الحصار والقصف الحوثي العشوائي، برأيك من هو الذي يعيق تحرير تعز بعد كل هذه السنوات؟ يعني تحدثت أن تعز قطاع منفصل كما تم التصريح، تحدثت عن كثير من الأمور، ولكن لو أردنا أن نشير بإصبع اتهام لطرف واحد لمن سيكون؟ المتهم في خذلان تعز ليس طرفا واحدا. الحقيقة هناك خذلان متعدد من أطراف بيدها القرار. أول اتهام ممكن يوجه للسلطة الشرعية باعتبارها تحدثت بأن عبر وزير دفاعها بأنه تعز قطاع منفصل وبالتالي لا شأن لنا بها، وكأنها جمهورية مستقلة، وكأنها لا تدافع عن الشرعية ولا عن الجمهورية ولا عن الوحدة ولا عن المستقبل اليمنيين في الدولة الاتحادية. هذا أولا. وثانيا الشرعية التي فرطت بقرار اليمن السيادي وسلمته لدول التحالف أصبحت هي عاجزة أصلا عن إنقاذ تعز أو التدخل بأي شأن من شؤون اليمن باعتبارها صاحبة المشروعية، لأنها فقدت مشروعيتها بعدم الالتزام بالواجبات التي عليها. كيف تسمح لأن يصادر القرار الأمني والقرار العسكري، قرار التعيينات الدعم، كيف تسمح لأن يبقى جيشها في مارب أو في نهم الذي يدافع عنها 8 أشهر بدون راتب؟ وكيف تسمح لبعض القوات الأمنية والعسكرية في تعز سنوات بدون رواتب؟ هذه شرعية أصبحت يعني خذلت من يدافع عنها، خذلت الشعب اليمني. الطرف المتهم الآخر هي دول التحالف، الحقيقة دخلت ولديها أجندة تخصها، ولديها حرب إقليمية مع إيران، وبالتالي فقط هي غيرت مساء يعني ميدان المعركة، بدل أن تكون المعركة بين الخليج وإيران مباشرة في أراضيهم انتقلوا ليتحاربوا بالوكالة بدماء اليمنيين وبمقدرات اليمن، وبالتالي هم أيضا يستنزفون ثروات اليمن بطريقة غير مرئية وغير منظورة لتعويض خسائرهم.
وهم يدربون جيوشهم وأيضا يحاولون أن يتدربوا على الطيران، على المدفعية، على البحرية، لأنهم لم يخوضوا حربا منذ أن اشتروا هذا الترسانة الكبيرة من الأسلحة. يعني هذه الأطراف متهمة بالتفريط ليس في تعز فقط وإنما بمصير اليمن كاملا. الخذلان الآخر هو خذلان ذاتي، لا، والخذلان الذاتي ليس متعمد، هو خذلان بحكم عدم المقدرة. اليوم إذا تعز توسعت بالتقدم باتجاه المخاء ستجد معارضة من التحالف نفسه وقصفة من التحالف، وحدث هذا. ثانيا لن تكون قادرة على الإمساك بزمام السيطرة عندما تتسع بدون دعم. الإرادة تعز كل المناطق الصناعية في شرق تعز وفي غرب تعز في حذران كلها تذهب بضرائبها إلى مخازن الحوثيين. أي أن تعز مجففة الموارد، وأيضا فيها بعض القيادات النهمة التي أصبحت تستنزف الموارد لصالحها، ولا توجد قيادة نزيهة يمكن التعويل عليها في بناء موارد ذاتية لإدارة تعز بكل استقلالية للأسف. نعم، إذن اسمح لنا أن نرحب أيضا بعودة عمر الحميري المحامي والناشط السياسي. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور سيدي الكريمة ومشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. كونك يعني أستاذ عمر في تعز، نود أن نسمع منك بداية كيف هو الوضع الآن خاصة مع تواصل القصف العشوائي من قبل ميليشيا الحوثيين؟ بدأ منذ عصر يوم أمس قصف عشوائي عنيف على الأحياء السكنية في مدينة تعز وسط المدينة في وادي القاضي وفي الأحياء الغربية، واستمر هذا القصف حتى المساء. وفي منتصف ليل أمس كان هناك هجوم كبير على الجبهة الغربية وخاصة على جبل هان، الجبل الاستراتيجي الذي يطل على المدخل الوحيد لمحافظة تعز المحاصرة. كان هناك هجوم كبير، ولكن كان أبطال الجيش الوطني بالاستعداد وكانوا في الموعد، وكان هناك صد كبير لهذا الهجوم. أيضا كان هناك هجوم على الجبهة الشرقية بالكويفات بالصرمين، وكان أيضا هناك تصدي كبير، هناك شهداء من أبطال الجيش الوطني، وهناك أيضا ضحايا مدنيين جراء القصف العشوائي للقبائل الكبيرة والثقيلة. وهناك يعني ضحايا في منطقة النقهاية، يعني سيارة كانت قادمة من شرق محافظة تعز واقتطعت منطقة الأقروب والمنطقة المحاصرة والجبال الوعرة، وعندما وصلت إلى مشافي مدينة تعز وفي منطقة مأهولة بالسكان صادفتهم قذيفة حوثية أودت بحياة 3 من ركاب هذه السيارة. يعني كانوا يتعرضون لجريمة الحصار والتنقل الصعب وأصبحوا ضحايا للقصف العشوائي والذي يستهدف مناطق سكنية. أيضا هناك قصف عشوائي للأحياء الغربية في منطقة حي الدار وفي حي الكرامة وفي أحياء برداشة في المناطق الغربية لمدينة تعز، وأيضا المناطق الشمالية زيارة بالقرة والقاضي. هذه المناطق مكتظة بالسكان ويتم استهدافها بقذائف ثقيلة، وهناك ضحايا، ولا حتى الآن لم يتم الإعلان عن عدد الجرحى بشكل كامل والعدد الشهداء والضحايا. وبالتالي فإن هذه الجريمة مستمرة منذ أمس ووتيرة عالية وبشكل عمر يعني طغدة. نعم، كنا يعني ربما حين اشتعلت جبهة نهم كنا نتساءل لما لا تتحرك بقية الجبهات لإسناد جبهة نهم والإضعاف وتشتيت جهود الحوثيين، ولكن للأسف شديد كلما يعني تم الحديث عن ذلك نجد أن الشرعية تنتظر تقدم الحوثي في بقية المناطق لتبدأ هي بالدفاع. لما يحدث ذلك مجددا خاصة في تعز؟ يعني هناك من يتساءل هل سينتظر أبناء تعز ترتيبات حوثية واستعدادات للهجوم على تعز كما حدث في نهم، ويعني يستطيع الحوثي ترتيب أوراقه ونفسه ليتقدم؟ نعم سيدتي الكريمة، هذا الطرح صحيح جدا، وهناك تساؤلات كبيرة. لماذا لا يستغل الجيش الوطني في محافظة تعز هذه الفرصة في حين أن الحوثيون يكثفون تواجدهم ويحشدون استعداداتهم إلى جبهة نهم؟ وبالتالي فإن هناك فرصة عسكرية ربما سانحة، يجب على الأقل التخفيف على الضغط الحاصل في جبهة نهم وتشتيت قوى الحوثيين. هناك هجوم كبير، هناك نوع من التراجع، ربما هناك من الضغط الكبير على الجيش الوطني في المناطق
الاحتلال المداخلي والجناح الثاني، هل ارتبط من الجيش الوطني كوحده واحده وك يعني جيش لديه قضيه واحده ويدافع عن كل شبر في هذه الجمهوريه وخاصه المناطق المحرره وهدفه استعاده الجمهوريه والوصول الى صنعاء؟ يجب ان يكون هناك نوع من التكاتف، ان يكون هناك نوع من التعاضد بحيث ان يتم فتح جبهات لتشتيت الانتباه ولتخفيف الضغط على الجبهات الاخرى، وهذا ما هو مفترض. هناك يعني اقوال متكرره بان هناك عدم وجود ذخيره كافيه، بعدم وجود استعدادات، تم سحب المدافع، لا يوجد دعم من المستعد بسلاح ثقيل، ولكن المعارك لا يشترط ان تكون بهذه القوه حتى يتم التخفيف على الضغط في جبهتهم. وكان المفترض ان تبدا ويبدا الجيش الوطني الهجوم وان يستغل هذه الفرصه، اذا لم يكن من اجل التقدم فليكن من اجل التخفيف عن جبهتهم، وبالتالي هي اراضي المحرره والمصلحه واحده والهزيمه واحده عندما يتفاخر الجيش الوطني في مأرب وفي نهم. فبالتالي فان المعنويات تنخفض في محرره تعز، وبالتالي على الجيش الوطني ان يكون له رؤيه واحده وموسعه وكبيره بحيث ان يتم التعامل مع القضيه بشكل كامل وبشكل مجمل، لا ان يتم ترك الامر للحوثي بحيث يتصرف ويكون له يعني هو صاحب الفعل، والجيش الوطني يكون فقط مجرد رد فعل. هذه الاولويه وهذه الاستراتيجيه الحوثي تعطيه افضليه على الارض وعلى الواقع، وبالتالي يستطيع تحقيق مراده وان يضغط ربما كان هجوم الامس عباره عن محاوله للاختراق ربما والتقدم، ربما تكون فقط محاوله للانهاء واستباق الهجوم ربما الذي يكون يعدله من قبل الجيش الوطني، لا نعلم ماذا يخطط له، ولكن نتمنى ان يتم التعامل مع القضيه الوطنيه بشكل مجمل وبشكل كامل، وان يكون هناك تكاتف وتعاون. نعم ندرك ان هناك نوع من يعني التقصير في حق الجيش الوطني وعدم وجود سلاح كافي، ولكن موجود وبالممكن يجب ان يكون هناك تحرك كبير. وبالتالي نتوقع ان يكون هناك استغلال لهذه الفرصه، ان نتمنى ان يكون هناك تقدم في جبهه تعز، وان يتم تحريك الكتائب والامنيه لتحقيق تقدم وتخفيف الضغط عن جبهه نهم. تمام. اذا استاذ عمر يبدو اننا فقدنا الاتصال. ما زلت معنا؟ فقدنا الاتصال. اذا شكرا جزيلا لك عمر الحميري المحامي والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. لو سألتك دكتور فيصل، اليوم تقول الأنباء أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات عسكرية في مكيراس وعقبة الثرة في أبيان، هل ترى أن هناك ترتيبات حوثية إقليمية لإعادة رسم خارطة السيطرة في البلاد؟ نعم، هل تسمعني دكتور فيصل؟ نعم، هذا ما قلناه في سؤالك الأول في مفتتح الحلقة، بأن هناك نعم، هل تسمعني أنت؟ أنا لا أتكلم. أقول بأن هناك رغبة دولية في فرض تسوية على اليمنيين، وهذه التسوية هي الإقرار بالأمر الواقع، إدماج الحوثيين في هذه التسوية بأسلحتهم وبجنودهم وبموظفيهم، وكأن الجرائم التي فعلوها باليمنيين لا تحسب بأنها جرائم، يعني غسل جرائمهم في هذه التسوية. طبعا اليمنيون لن يقبلوا مثل هذه التسوية حتى وإن فرضت عليهم. هناك ثأر كبير مع الحوثيين، فقد أجرموا، قلنا في حق جميع الناس، أجرموا في حق الجمهورية، في حق التاريخ، في حق المناضلين الأحرار، في حق مستقبل أجيالنا. اليوم اليمنيين تراجعوا للخلف 100 سنة، مظاهر الفقر والجوع بادية على وجوههم، سوء التغذية، الانهيار الصحي، التعليمي، البنيان التحتية، العمران، المعيشة، يعني هذه لن تذهب هدرا ليفرض على اليمنيين مثل هذا. طبعا معظم الجبهات التي تشتعل ليست بقرار من جانب الشرعية والتحالف، وإنما هي قرارات حوثية، هي التي بدأت بالقصف على مأرب، وهي التي حركت جبهة نهم، وهي اليوم التي تحشد إلى تعز أو إلى الحدود المرسومة شمالا جنوبا في الضالع وفي
البيضاء. إذن اليوم الشرعية حتى رد حتى الدفاع لم يعد يعني مجزيا أو لم يعد مكافئا للمخاطر المحققة من هذا الهجوم. طبعا هناك تغاضي قلنا من دول التحالف في مثل هذه التحركات الحوثية نتيجة لعدم أي وجود حقيقي لفعل الطيران في قصف مثل هذه المجامع. كيف تتحرك مجامع من عمران ومن صنعاء ومن ذمار مسافة أكثر من 300 كيلو متر إلى 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 أبيان وإلى الضالع دون أن تقصف، بينما يقصف القادة العسكريين في الشرعية وتقصف المؤسسات والمباني المدنية. يعني الـ 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 الأهداف الحاصلة في المواجهات اليمنية مختلفة. الحوثيين لهم هدفهم، الدول الإقليم الإمارات لها هدفها، السعودية هدفها، إيران لها هدفها، والمجتمع الدولي لن يكون يعني ملكيا أكثر من الملك. هو نتيجة لطول هذه الحرب سيطرح تسويات وقابلة للنقاش وستفرض أن تدمج. يعني أنا أعتقد بأن التسويات المرسومة لمستقبل اليمن هي ما حصل من مصالحة في عام 70 في مؤتمر خمر، أي أنه أدمج الإماميون بفرض بقرار سعودي وفق الجمهورية. اليوم سيتم فرضهم ولكن بوضع أفضل، سيصبحوا قوة غير يعني كانوا سابقا تحت لواء الجمهورية، اليوم سيصبحوا يعني قوة يصعب كسرها لأنها مدعومة سياسيا في أي تسوية دولية ومدعومة عسكريا من إيران، وكذلك يتم التواطؤ معها من السعودية لتضمن منهم ولاء وحماية للحدود. لأن اليمن إذا أصبحت دولة قوية بعد هذه التجارب من الثورة ومن المعارك تصبح فعلا تشكل بنظر السعودية تهديدا حقيقيا لها. إذا كانت السعودية بجيشها وأموالها وأموالها عجزت أن تقف أمام الحوثيين في صعدة وهم مجرد ميليشيات، فكيف يمكن أن تواجه اليمن إذا أصبحت دولة موحدة وقوية ويعني انطلقت في قطار البناء والتنمية والإعمار؟ يعني الجيش السعودي والخليجي كشف بأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الوحيد لبقاء مثل هذه الأنظمة. هذا قاليهم بوضوح، والولايات المتحدة الأمريكية دفعت بالسعودية ورطتها حتى تكشفها أمام نفسها أنها غير قادرة على الاستغناء عن الحماية الأمريكية. لذلك ترامب بخطابه الجريء كان صادقا بأنه نحن نحميكم وأنه خلال 3 أيام ممكن تزول هذه الأنظمة كاملا. يعني تشترى بالله بتريليونات من الدولارات أحدث أنواع الأسلحة من جميع عواصم العالم المصنعة، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، وبالتالي تعجز عن مواجهة الحوثيين في صعدة وتستأجر مرتزقة من اليمنيين بحكم الفقر والجوع ليذهبوا ليدافعوا عنها. والله نحن لا ندري من أتى لينقذ الآخر، هل أتوا لينقذونا نحن أم هم عجزوا عن إنقاذ نفسهم وبالتالي توسلوا الجندي اليمني المقاتل ليقاتل أخوه الجندي الحوثي في الحدود. نعم انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، المعذرة منك دكتور فيصل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.